FM. الكلمة ليك. اهلا وسهلا بكم في المستر تيك. دونك اليوم نحكيوا على المصنع التايواني اتش تي سي، وين ثم اخبار تحكي على امكانيه تعاونه مع المصنع الامريكي العملاق جوجل. دونك الاخبار تحكي على تصنيع الاتش تي سي للسمارتفون القادمين من نكسيوس التابعين الجوجل. هذا الكل حسب الموقع التواصل الاجتماعي ويبو الصيني. من الاول كانت اشاعه، وبعد ثم التاكيد من لاب توفير المختص في الاكتواليتي نتاع الاتش تي سي. هذا الكل موجود على تويتر. دونك الاشاعات تحكي على دو سمارتفون تحت اسم تي 50 و تي 55، لكن اللي باش يهبطوا بعد النكسيوس 5X و 6P اللي هما زوز زادة ما يهبطوا كان في آخر العام. هذا الكل ممكن يعاون الاتش تي سي ماليا بحكم إلى الوضعية المالية للشركة ماهيش استابل. قضية بدأت حكيتها من سبتمبر 2015، وين الأبل قدمت شكوى بسامسونج على عدم احترامها حق الملكية والفكرية والتجارية، وحتى زادها براءة الذمة. دونك قضية قعدت مازالت إلى حد الآن في المحكمة الكاليفورنية. للمعلومة تم اتخاذ بعض الإجراءات. القاضي المكلف المكلف بالملف موجود في مقاطعة سان خوسي قرر إنه سامسونج لازم توقف إنتاج واستخدام وتطوير وتصميم أي برمجة اللي ممكن يخلي سامسونج تنتهك 3 براءة اختراع اللي قدمتها شركة أبل. هذا الكل لمدة 30 نهار أكهو. دونك ديسيزيون توقف شوية مسار سامسونج لمدة قصيرة. وللمعلومة هذه من أهم القضايا المطروحة اليوم والأول من نوعها بالنسبة للسامسونج. اليوم في المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس، الكلوب الكترونيك عمل كونفرنس دو بريس على ليفينمون نتاعو اني روبوت اللي باش يدور نهار 17 أفريل 2016 بالمركب الثقافي المنزه السادس. دونك اللي باش يحضروا فيه عديد المشاركين من ليكول وحتى من البرا. دونك ثم دو كومبيتيسيون باش يكونوا موجودين، الاولانيه اختصاصا تكون ديتكسيون دو كولور، والثانيه باش تخلي لي روبو يضربوا سيبل معين في ميليو معين. دونك نجموا تدخلوا على www.inrobots.com. هذا يكون نجمو تعملوا انسكريبسيون الجمعة الجاية، وإلا تاخذوا أكثر معلومات بخصوص الإيفينمون هذايا. نجمو تعاودوا تفرجوا في المستر تيك على www.capradio.com وإلا تعاودوا تتفرجوا في الفيديو على الباج راديو كاب افام، وإلا على باج ولاد الكاب كاب افام. الكلمة ليك.